السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا الدرس الثاني من الوحدة الأولى، وهو سلم الزمن الجيولوجي. الفكرة الرئيسة: يمكن معرفة تاريخ الأرض عن طريق سلم الزمن الجيولوجي. والآن سنعرف سلم الزمن الجيولوجي. معكم الطالب ملهم جد الله من الصف السابع. سلم الزمن الجيولوجي هو سجل صخري للأرض يظهر تاريخها الطويل ويوضح أسس تقسيم سلم الزمن الجيولوجي. نشأة الأرض قبل ما يقارب 4.6 بلايين سنة. لنوضح كيف قسم العلماء الزمن الجيولوجي يا سابع. قسم العلماء الزمن الجيولوجي منذ نشأة الأرض وحتى الآن إلى وحدات زمنية جيولوجية على شكل سلم زمن جيولوجي من الأقدم للأحدث. وحدات الزمن الجيولوجي: أولا أحقاب، ثانيا عصور، ثالثا عهود، ورابعا أغمار. على ماذا نعتمد في وحدات الزمن الجيولوجي يا سابع؟ على الأحداث الجيولوجية التي أثرت في القشرة الأرضية والكائنات الحية التي ساعدت في كل وحدة زمنية وفي أعمار الصخور.